ولتسليط ضوء أكثر على معركة تل العفر، معنا عبر الهاتف الآن من العراق العميد يحيى رسول الناطق باسم قيادة القوات المشتركة العراقية. مرحبا بك سيادة العميد. يعني في البداية الحديث عن الانتصارات التي حققتها القوات العراقية وتحديدا في الأنبار وأخيرا الموصل، الآن هناك استعدادات كبيرة لتحرير مدينة تل العفر بالكامل، ما هي الاستعدادات العسكرية سيادة العميد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. حقيقه اليوم اعلن السيد القائد العام للقوات المسلحه انطلاق العمليات العسكريه لعمليه تحرير قضاء تل العفر، حيث انطلقت وشرعت القطاعات العسكريه المتمثله بقوات الجيش العراقي وقوات الشرطه الاتحاديه وقوات الحشد الشعبي وجهاز مكافحه الارهاب التقدم من عده محاور باتجاه تحرير قضاء تل العفر، وحققت تقدم كبير خلال الساعات الاولى، حيث تم كسر خطوط دفاعيه عناصر التنظيم الارهابي وحررت قطاعاتنا العديد من القرى التي تقع في محيط قضاء تل العفر في محور قطاعات نعم 16، حيث تم تحرير نعم نعم سيادة العميد. طيب المفترض أن هناك يعني خطط عسكرية موضوعة من قبل القوات العراقية، وهناك أيضا خطط إنسانية موضوعة لتأمين المدنيين حتى لا يكون هناك تكرار لبعض الأخطاء من الجانب الإنساني كما حدث في معركة الموصل. كيف هو حال التنسيق فيما بين القوات العراقية والحكومة العراقية في هذا الشأن تحديدا؟ حقيقة الخطة التي وضعت في قيادة عمليات مشتركة لتحرير قضاء تل العفر ترافقها خطة إنسانية وضعت بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات المختصة والمنظمات الإنسانية. الغاية منه هو عملية الحفاظ على أرواح المواطنين وإخراج المساعدين من خلال وضع الممرات الآمنة ونقلهم من مناطق الاشتباك إلى المناطق التي حددت وتقديم الدعم الطبي والإنساني لهم. واجبنا إنسان، مهمتنا إنسانية، واجبنا أن نحرر أهلنا وناسنا في قضاء تل العفر من قبل عناصر التنظيم الارهابي، ونحن ملتزمون ومستمرون في هذا العمل. نعم سيادة العميد، يعني كان هناك بعض الأخطاء التي قد تم تداولها عبر وسائل الإعلام، وهي أخطاء كانت من قبل التحالف الدولي في شن بعض الضربات الجوية، هل يتم أيضا التنسيق فيما بين القوات العراقية وقوات التحالف الدولي حتى لا يكون هناك تكرار لمثل هذه الأخطاء الغير مقصودة بالطبع؟ حقيقة التنسيق عالي من خلال وحدة القيادة والسيطرة المتمثلة بالقيادة في العمليات المشتركة، ومن خلال المستشارين التابعين لقوات التحالف الدولي بتوجيه طائرات التحالف الدولي وتوجيه ضربات دقيقة وفق معلومات استخباراتية دقيقة لقرار قيادة والسيطرة وتجمعات عناصر التنظيم الإرهابي. الدقة مطلوبة، نعتمد على الجهد الاستخباراتي الكبير والمحدث لاستهداف عناصر التنظيم الارهابي، وان شاء الله يعني الضربات تكون تعبويه من خلال القوه الجويه العراقيه. ولدينا طيران الجيش العراقي، طيران الاسناد القريب الذي يقدم الاسناد الكبير والراء والبطولي لقطاعاتنا اثناء تقدمها في محاور القتال. نعم سيادة العميد، يعني كل خطة عسكرية موضوعة تكون هذه الخطة مزمنة، كان هناك يعني أقاويل عديدة فيما يخص المعركة السابقة وهي معركة الموصل بأن كان هناك خطة زمنية محددة طال أمد هذه المدة أو قصر، ولكن في النهاية حققت القوات العراقية انتصارات كبيرة. الحديث عن قضاء تل العفر تحديدا، هناك خطة مزمنة بالطبع لهذه الخطة، يعني التوقيت الزمني الذي قد حددتموه لإنهاء هذه المعركة بالكامل؟ يعني حقيقة في قتال مناطق المبنية وحرب الشوارع لا يكون هناك توقيت زمني دقيق. نحن نقاتل عدو غير نظامي، عدو يعمل بنظام العصابات، يستخدم يعني العجلات المفخة والتلغيم والعبوات الناشفة، وأيضا يستخدم المواطنين كدروع بشرية. الخطة وفكرة العمليات وضعت التقدم يجري وفق ما حدد من قبل قيادة العمليات المشتركة، وإن شاء الله نحقق الانتصار في نهاية المطاف أمام هذا التنظيم الإرهابي ومن تبقى خياران لا ثالث لهما، هو عملية القضاء على عناصر التنظيم الإرهابي بشكل كامل أو أن يسلموا أنفسهم ويلقون محاكمة عادلة من قبل
القوات العراقية بعد حالف من الجهات القضائية المختلفة. نعم، أخيرا سيادة العميد، يعني ما بعد تلعفر في عجالة؟ يعني هذا الموضوع يعني حسب تقديرات القيادة العسكرية العراقية، لكن لا زال لدينا مناطق غرب الأنبار والحويجة نستطيع أن نطلق عدة عمليات في آن واحد، وهذا الأمر متروك للقيادة العسكرية العراقية. نعم، نشكر سيادة العميد يحيى رسول الناطق باسم قيادة القوات المشتركة العراقية جزيل الشكر.